حبايبي، طبعا من الحاجات المحيرة جدا في الاختياري بالذات في يوستو، ان بعد ما يقول لي ان هو كان معتاد ان هو يعمل شيء، بعد كده يقول لي دلوقتي ويجيب لي نفي don't or doesn't or isn't or aren't، يعني يجيب لي النفي ب verb to do او verb to be. هقول لك الموضوع بسيط جدا، مش صعب للدرجة دي، ولكن عايز تركيز. بمعنى ان هو لو قال لي he used to be، she used to be، they used to be، يعني لو جاب لي ورا used to be، اعرف ان النفي هناك هيكون ب isn't or aren't، لان النفي بتاع verb to be في المضارع هو isn't or aren't. اما لو جاب لي اي فعل تاني مش هو verb to be، يعني any verb of action، يعني اي فعل الفاعل بيقوم به او بيأديه، فهيبقى النفي هناك ب don't و doesn't، يعني دلوقتي ما بيعملش الفعل ده. يعني في المثال الاولاني معظم الناس احتارت، يا ترى هاخد isn't ولا هاخد don't ولا doesn't، لان في شيء فهم احتاروا، يا ترى هاخد doesn't ولا هاخد isn't. هقولك لازم افكر شوية. هبص في الجملة الاولى هلاقيه بيقول لي she used to be short، يعني هي اعتادت ان هي تكون قصيرة، وبقول لي but now she، لكن هي دلوقتي، وقال لي doesn't وقال لي don't وقال لي isn't. فطبعا في الاختيارات طالما لقيت used to be اعتادت ان تكون، اعرف على طول ان النفي هناك هيكون isn't or aren't، فبالتالي هيكون but now she isn't. اما في الجملة التانية بيقول لي she used to play tennis، يعني هي اعتادت ان هي تلعب تنس، وبعد كده قال لي but now she، وقال لي برضو doesn't ولا isn't ولا don't. هنا طبعا هقول but now she doesn't. ليه؟ لان دي حاجة كانت متعودة تعملها في الماضي. بس لازم الاحظ ان طبعا النفي بيكون على حسب الفاعل، يعني الفاعل بتاعي I يبقى هياخد am، لو هي او she او it يبقى هياخد is، لو we او they او we يبقى هياخد are. ده بالنسبة لو كان used to be. اما لو كان used to do anything، يعني انه يعمل اي حاجة، فالنفي هيكون ب done و doesn't. طبعا عارف ان I we they you تاخد don't، he she it واي اسم مفرد ياخده doesn't. يا رب نكون فهمنا. Thank you very much for watching. But don't forget, like, share, subscribe, and don't forget the bell. يلا لو ما اشتركتش في القناة انزل اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يوصلك كل الحلقات الخاصة بيك ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.